التماثيل بتهدى بالحركة دي. اسمي سيد تمساح، مربي تماسيح وبتاجر فيهم يعني كده، بقالي مثلا داخل على 20 سنة بربي تماسيح. تربيتهم سهلة جدا، بس لازم نحرص منهم عشان العضة بتعمل ألم جامد وبتزعل يعني. بحطهم كبدة وسمك، وسمك تعابين وسمك بانيه وروس فراخ والبول وكبد وكبد وقوانص، أي حاجة نية، أي لحوم نية. أنا كان عندي تصوير في افريكانو بارك اللي هي في اسكندريه، فهناك طبعا كلنا مرضى حيوانات وكده، فدخلت بيت الزواحف. عجبني يعني ايه التماسيح الصغيره وكده، فكنت بقولها بهزار يعني، اللي هو الحارس بقول عاوز تمساح صغير، قال لي خش خد اللي انت عاوزه بهزار. انا بحسبه يعني قلت له لا يا عم هات لي انت عشان انا بخاف، عشان امهم بقى ما كنتش اعرف اي حاجه. ففعلا جاب لي واحد صغير كده بكيس قماش، خدته بقى. وبعد ما خلصت التصوير جينا هنا على الفجر، رحت حاطط المنظف في الجردل، وتاني يوم نزلت عملت حوض، خد سمك كده 50 سنتي، ربيته بقى وعملت له جزيره كده بالاسمنت عشان يطلع يقف عليها ويتشمس وياكل والكلام ده، ووقت ما يعجبه مثلا ينزل الميه. قعد معايا مثلا حوالي 6 اشهر، كبر لحد مثلا نص متر. كنت بهتم بقى بالاكل والنظافة والكلام ده. جيت بعد كده شفت بقى التماسيح الصغيرة كنت عاوز اجيب، فنزلت بعت الكبير اللي معايا ده وجبت 3. وبعد كده بقى بدأت بقى ايه اجيب، يعني بيجي لي مثلا من اسوان مثلا 50 حتة 100 حتة، ببيع اللي ببيعه والباقي مثلا بخليه هنا مثلا لمزاج انا، اربيه لمزاج انا. بحب تربيتهم وكل حاجة، وفي نفس الوقت مثلا ايه يعني بنزل تصوير لو حد مثلا حبيبي او محتاج تمساح مثلا في شغل يسترزق من وراه بقوله يعني عادي. اللي معايا ده مثلا في حوالي مثلا 2.5 سنين، يعني هو في الاسر مثلا ممكن ما يعني ما وصلش مثلا ل 15 سنة. ما اكتريتهم الشباب الصغير بيحبوا مثلا بيشوفوا التماسيح على النت والصور بتاعته وكده، فمثلا عاوزين يجربوا مثلا. فانا طبعا يعني مش اي حد ببيع له تماسيح، عشان في شباب صغير مثلا بيشتروا ويكلفوا نفسهم حوار واكل وكل حاجه، وبعد كده مثلا لو اتعضوا مثلا او خافوا او الاهل مثلا مش موافقين بيقولوا لهم لا ما مش عاوزينه في البيت، فاقرب حاجه يروح مرميه في اي حته. سعر التمساح على حسب الحجم، يعني الفأس اللي هو لسه طالع من البيضة ده ب 180 جنيه، وكل ما بيكبر سعره بيزيد. هو سن البلوغ بتاع التماسيح مثلا يعني مثلا من 7 سنين كده لحد 8 سنين عمره، يعني الذكر البالغ مثلا بيبتدي مثلا من 2.5 متر او 3 مثلا، النتاية ممكن مثلا 170 سنتي 2 متر. دي يعني في الاعمار دي والاحجام دي بتعتبر مثلا زي اول جوازه، وهو كل سنه بيتجوز ويبيض مثلا من 60 او مثلا ايه من 40 ل 60 بيضه، وساعات 80. في نوع واحد اللي بحبه اللي اسمه الدساس، في دساس تقريبا صعيدي وفي دساس بلدي. ده انا بجيبه عشان هو شبه الاصله المصريه اللي هي التعابين الكبيره الضخمه، بس ده المصري، هو الشكل واللون يعني والشبه قريب، بس هو مش اصل يعني، ده نوع اسمه دساس صعيدي، بيعيش بقى في الصحراء والرمله، ويعني الصيادين بيصطادوه من الجبال والكلام ده. بياكل يعني كل مثلا 20 يوم بار كده اللي هو الابيض ده صغير. Thank you.
مراتك زعلتك اوعى تخلي التماسيح تاكلها، حاجات كده يعني، حاجات كنت بضحك وكنت بتنرفز بس كبرت دماغي يعني. هي التعليقات كده على كل حاجه كده مستفزه دلوقتي. صغير على كبير حوالي 70 او 65، وكان فوق كان في مثلا حوالي، لا هو كان واحد بس كان داخل على 2 متر.